اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده من احداث اليوم. انا شادي شاش، وكل عام وحضراتكم طيبين بمناسبه اول يوم رمضان. ونبدا فورا في اخبار هذه الحلقه. قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية، حيث اطلع الرئيس على جهود إنشاء منظومة الري الذكي، والتي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، ما يحقق فوائد متعددة من أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعية وتوفير كميات الأسمدة المستخدمة وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية. وقد وجه الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي. كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، والتي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية مع عرض بدائل التمويل المختلفة في هذا الصدد. ووجه الرئيس بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فوائد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية. هاتفيا ينضم إلينا الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك طيب. مساء الخير يا استاذ شادي، وكل سنه وحضرتك طيب. واسمح لي ان انا اتقدم بالتهنئه بمناسبه خلود شهر رمضان المبارك لكل الساده المشاهدين ولكل المصريين. الف شكر لك يا دكتور. ونتحدث عن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حول متابعه تطوير منظومه اداره مياه الري في الاراضي الزراعيه بالاعتماد على الوسائل الحديثه والذكيه. القياده السياسيه تولي هذا الموضوع اهتمام بالغ يا دكتور علاء، ماذا تقول؟ الحقيقه طبعا القياده السياسيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهتمام شديد جدا لمنظومه تطوير وتحديث الري، ويمكن في ضوء هذا الاجتماع صدرت تعليمات مباشره من معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه والصلاح الاراضي بضروره تكثيف انشطه تحديث الري والاهتمام بهذا المشروع والسعي بكل قوه بكل جديه من كافه الجهات المعنيه بوزاره الزراعه وبالتنسيق مع زملائنا المعنيين. اطلع طبعا اتفضل يا دكتور. لنشر هذا المفهوم وتحديث الري بكل الاراضي سواء الاراضي الجديده او الاراضي الموجوده في الوادي والدلتا. يمكن ده اللي اطلع عليه الرئيس يا دكتور، يعني اطلع على جهود انشاء منظومه الري الذكي اللي بتعد من احدث تقنيات الري الزراعي في العالم، يعني هيكون في انتاج اجهزه مجسات متطوره لقياس مستوى الرطوبه مثلا. المجسات دي هي بمثابه بتبقى سنسورز او حساسات بتقيس مستوى الرطوبه في الارض في التربه الزراعيه، ولما بتوصل لمستوى معين من الرطوبه بيتم الري اوتوماتيك، وبالتالي ما بيحصلش اي انخفاض لمستوى الرطوبه، وده بيؤدي لزياده الانتاجيه. كميات الميه كمان بتبقى اللي بتستخدم في الري بتبقى طبقا للمقننات المائيه لكل محصول، ومرتبط طبعا ده في هذا النظام بيبقى ليه علاقه بدرجات الحراره في المنطقه ودرجات الحراره على مدار اليوم، فده نظم حديثه ومتطوره ان شاء الله بيتم تطبيقها والاعداد ليها حاليا. المجسات دي كمان بتساهم في يعني توفير كميات الاسمده المستخدمه وايضا مضاعفه دخل الاسر يعني. حضرتك يا فندم لما بنستخدم نظم الري الحديث فبيكون هذا النظام بيتضمن وجود سمادات، فبتحط كميه السماد اللي هي مقننه للنبات بالظبط وبتوصل ليه، وما بيحصلش تنافس ما بين الاستماء بين النبات وما بين الحشائش اللي موجوده، وبالتالي النبات بيحصل على المقنن السمادي الخاص فيه بالظبط وبيوصل له،
وده بيؤدي فعلا الى زياده الانتاجيه ومضاعفه الانتاجيه وبالتالي زياده دخل وعائد المزارع المصري. احب برضو اوضح لحضرتك ان نظم الرعايه الحديثه ليها كتير جدا من الفوائد. اولها بنقلل كميات الميه اللي بتستخدم في الري وبيوصل للنبات المقنن المائي الخاص بيه، سواء كنا بنستخدم نظم الري الحديث اللي هي بالري بالرش او الري بالتنقيط وكذلك الري المحوري. ايوه. فده بيدي فرصه لمتخذ القرار لتوجيه كميات الميه اللي بيتم تفويرها دي للتوسع الافقي وزياده الرقعه الزراعيه واستصلاح اراضي جديده، وده هيساهم طبعا في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، وبالتالي برضو بيزيد الانتاجية وبيزيد الانتاج الكلي، وده كمان بيزود الصادرات الزراعية اللي هي دايما في زيادة مضطردة. فوائد متعددة طبعا يعني هتتمخض عن هذا المشروع. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن، وأشار الدكتور مدبولي إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد إحدى الصناعات التي يوجد إجماع بشأن ضرورة إحيائها. هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بالنهوض بها لاستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة، كما نوه أيضا إلى أن هناك مشروعا ضخما تنفذه الدولة حاليا في هذا المجال في مدينة المحلة الكبرى بخلاف مدينة النسيج التي يتم تنفيذها. من جانبه أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى على مساحة 62 ألف متر مربع تقريبا، وتشغيله بحلول شهر مارس 2022، مشيرا إلى أن هذا المصنع سيسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج. ويأتي إنشاء المصنع في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج. وأكد السيد القصير وزير الزراعة على أن الوزارة جاهزة للزراعة التعاقدية على أي مساحات للقطن، وتعمل على تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة القطن المتميز بما يلبي احتياجات الصناعة. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد آليات تحفيز المزارعين المصريين على زراعة القطن لمضاعفة الرقعة الزراعية منه لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج والتي يتم تطويرها بهدف عودتها إلى سابق عهدها. شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمنتدى تمويل التنمية لعام 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وينعقد بشكل افتراضي ووقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وخلال كلمتها قال الدكتورة هالة السعيد إن السنوات القليلة الماضية استطاع العالم فيها تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى أن تفشت جائحة كوفيد-19، وتابعت أن هذه التحديات الناتجة عن الجائحة تتطلب تدخلات جريئة وسريعة في مجال السياسات فضلا عن حشد التمويل الكافي. أضافت السعيد أن الصدمات الناجمة عن فيروس كورونا وهذه الجائحة أكدت على الحاجة الملحة لبذل جهود متجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتسريع الانتعاش الأخضر والمستدام، وأوضحت أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمارات وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وإيجاد فرص عمل لائقة لضمان النمو الشامل. هاتفيا معنا الدكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان وعميد كلية تجارة حلوان، أهلا بك يا دكتورة. ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت في منتدى تمويل التنمية لعام 2021 طبعا في نسخته السادسة، بالتأكيد التحديات هي اختلفت هذه المرة دكتورة أماني مع وجود جائحة كورونا وما أحدثته بالنسبة للاقتصاد العالمي، يعني تحليل حضرتك لما حدث وكيف يفيد هذا المنتدى الآن في إنعاش الاقتصاد يعني مرة أخرى؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
طبعا زي ما حضرتك ذكرت هو في نسخته السادسة. أيوه. عملية تمويل التنمية خاصة في ظل التنمية المستدامة 2030 هي قضية محورية وهامة بيهتم بها جميع الدول على مستوى الدول المتقدمة والنامية، لأن التمويل هو عامل تمكين رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لا شك أن الظروف والتغيرات التي حدثت في ظل جائحة كورونا خلقت معها تحديات صحية، تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، وبالتالي خلقت نوع من الاهتمام بالتدخل السريع بالنسبة للسياسات وتغيير هيكل ومسارات كثير من عمليات التنمية المستدامة. بالنسبة لمصر نفسها، احنا عندنا النهاردة تحديث رؤية مصر 2030 في ظل التطورات اللي بيشهدها العالم، وفي ظل ايضا تبعات جائحة كورونا. يمكن عايزين اقول لحضرتك ان بالرغم ان احنا النهاردة عندنا تحديات في ظل جائحة كورونا، لكن هذه التحديات ايضا فرضت كثير من الموضوعات والقضايا الهامة اللي بنعتبرها انها ايجابية جدا للاقتصاديات. النهاردة مصر بتحول كثير او تركز بشكل كبير جدا على الشمول المالي والرقمنة. أيوة. على القضية السكانية، على الطاقة المتجددة والمياه، على الاقتصاد الأخضر. إن هذا الاقتصاد الأخضر من أهم المتغيرات اللي بتشهد اهتمام كبير على مستوى العالم. يمكن ده الوزيرة قالته يعني فيما يتعلق أيضا بالاقتصاد الأخضر، قالت إن احنا بنصدر سندات خضراء وبتصبح مصر يمكن الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار السندات الخضراء. حضرتك احنا فعلا الدوله الاولى في مصر اللي اصدرت بالفعل سندات خضراء في الاسواق العالميه. أيوة. بقيمه 750 مليار دولار، والنهارده مصر في ميزانيه في موازنه 2021 بتخصص 14% من اجمالي الاستثمارات العامه موجهه للمشروعات الخاصه بالاقتصاد الاخضر بتكلفه حوالي 450 مليار جنيه في حدود 700 مشروع اخضر. ودي نقطة مهمة جدا ان مصر مواكب لهذه التطورات العالمية بشكل كبير. النهارده لما بنتكلم والحديث عن تمويل التنمية المستدامة، فاحنا بنستهدف ان يكون القطاع الخاص باستثماراته له الجزء الكبير، جذب الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات. النهارده وجود هذا النوع او مهم جدا بالنسبة للاستثمار الاجنبي والتحويلات الخارجية هذا النوع من المشروعات. فلما يكون مصر النهارده مقام فيها 700 مشروع للاقتصاد الأخضر بهذه التكلفة ومخصص من الإنفاق العام 14%، وهي أول دولة بتصدر هذا النوع من السندات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي عامل جذب مهم جدا في ظل هذه الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم نظر لتبعات جائحة كورونا. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة هاتفيا. كنت معنا دكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان وعميد كلية تجارة حلوان، شكرا لك. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم إن بلاده قررت زيادة عدد قواتها في ألمانيا وأنها ملتزمة بوجودها هناك لمصلحة الولايات المتحدة والناتو بشكل عام. وأكد أوستن أن تعزيز مهمة القوات الأمريكية في أوروبا ضروري لمواجهة التحديات المستمرة. للمزيد ينضم إلينا من برلين عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك عربي وكل عام وأنت بخير. ونتحدث عن وزير الدفاع الأمريكي الذي قال إنه الولايات المتحدة سوف تزيد من عدد قواتها في ألمانيا، هل هذا بتنسيق كامل مع الحكومة الألمانية أم هناك اعتراض من البعض مثلا؟ شادي كل عام وانت بخير والساده المشاهدين ايضا بخير. الحقيقه شادي حسب المراقبين الالمان صباح اليوم على كل صفحات الصحف الالمانيه ووسائل الاعلام الالمانيه اكد ان زياره وزير الدفاع الامريكي هو تمهيد لزياره مرتقبه للرئيس الالماني الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن خلال الفتره المقبله لمزيد من التقارب العسكري بين الولايات المتحده الامريكيه وبين المانيا كدوله من جهه وبين المانيا ايضا كزعيمه لدول الاتحاد الاوروبي من جهه اخرى بعد تقليص القوات الامريكيه الذي اراده الرئيس السابق ترامب داخل ألمانيا خاصة في القواعد الموجودة جنوب ألمانيا. اليوم وزير الدفاع الأمريكي أكد أن تعداد القوات الأمريكية الموجودة في الجنوب خاصة في قاعدة شتوتغارت التي أراد ترامب إرسالها أو تحويلها إلى بلجيكا كعقوبات ضد ألمانيا سوف تزيد نسبة الجنود الموجودة فيها بالتنسيق بالطبع مع وزيرة الدفاع الألمانية والحكومة الألمانية التي قابلت هذا المشروع بترحاب شديد صباح اليوم. وكان بشكل مفاجئ الحقيقة الإعلان عن هذا الخبر خلال الفترة المقبلة، لأن كل التوقعات كانت ترى أن نسبة
نسبة الجنود الموجودة الآن في القاعدة الموجودة في شتوتغارت في جنوب ألمانيا سوف تظل بنفس التعداد الموجود عليه، ولكن تم إعلان عن زيادتها خلال الفترة المقبلة. حقيقة شادي في أمر ثاني غاية في الأهمية، تم تسريب بعض المعلومات أو تحدثت عن أن وزير الدفاع الأمريكي طالب مرة أخرى بضرورة زيادة الإنفاق العسكري الألماني خلال الفترة المقبلة بما يصل من 2%، وهي نفس المطالبات التي كانت موجودة أثناء خطبة الرئيس السابق ترامب. الإدارة الأمريكية الحالية مصرة على نسبة 2%، وكان رد وزيرة الدفاع الألمانية اليوم كارين باور أن ألمانيا أبلغت النيتو مطلع العام الجاري أنها زادت النسبة إلى تقريبا 53 مليار يورو سنويا لأول مرة في تاريخ ألمانيا، أنها تخصص 53 مليار يورو من ميزانيتها سنويا على الدفاع، وأن ألمانيا في طريقها أيضا إلى هذه الزيادة، ولكن ليس بشكل مباشر 2%، لأن الزيادة الآن ألمانيا تنصب تقريبا 1.4% من الناتج القومي على الإنفاق العسكري. أما رفع النسبة إلى 2% بشكل مفاجئ لن تستطيع ألمانيا هذا الأمر، خاصة في الأوضاع التي يعيشها العالم لأنه اتخذ أوروبا نتيجة تداعيات أزمة كورونا والضغط الاقتصادي الواقع على ألمانيا. طيب، بمناسبة الحديث عن كورونا عربي، يعني لا يفوتني أن أسألك يعني في نهاية هذا الحديث عن الوضع الآن في ألمانيا، هل عدد الإصابات ما زال في ارتفاع؟ ماذا عن تلقي اللقاح؟ ماذا عن الإجراءات المتخذة من قبل المقاطعات في ألمانيا؟ حياة شادي، في أمرين غاية الأهمية خرج صباح اليوم. الأمر الأول هو أن المسارعة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أن حكام الولايات الألمانية وافق على تعديل قانون الحماية من العدوى هنا في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، بما يعرف بمكابح الطوارئ التي تقول أن خلال الفترة المقبلة إذا زادت نسبة الإصابات عن 100 إصابة لكل 100,000 مواطن في ألمانيا سوف يقومون بحظر تجوال من 9 مساء حتى 5 صباحا، وإذا زادت نسبة الإصابات عن 200 إصابة لكل 100,000 مواطن سوف تغلق المدارس وحضانات الأطفال هنا في ألمانيا مع الاستمرار في إغلاق المطاعم. الحقيقة ألمانيا فيها 16 ولاية، 15 ولاية فوق 100 إصابة لكل 100,000 مواطن، وبالتالي ستدخل ألمانيا خلال الأيام القادمة إلى حظر تجوال ليلي من 9 مساء حتى 5 صباحا، لأول مرة أن تجتمع كل هذه الولايات في هذا الحظر تم الموافقة عليه بالفعل. الأمر الثاني الأكثر أهمية شادي، وهو أن للأسف شركة جونسون أند جونسون أعلنت قبل قليل أنها لا تستطيع توريد الكميات المطلوبة للاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة نتيجة وجود معلومات أن هناك غلطات العدد ممن تلقى هذه الجرعات جونسون أند جونسون في الولايات المتحدة، حدثت تجلطات دموية في الجيوب الأنفية، لذلك تم وقف الكميات التي سوف ترسل الاتحاد الأوروبي، مما سيؤثر بالطبع على نسبة التطعيم داخل الاتحاد الأوروبي وألمانيا بعد أن ارتفعت خلال الفترة المقبلة، وهي الضربة الحقيقة أعلن عنها وزير الصحة الألماني قبل نصف ساعة أنه أمر محزن للغاية، لأن الحكومة الألمانية بشكل عام كانت تعتمد على لقاح جونسون أند جونسون لأنه يتكون من جرعة واحدة، والآن توقفت أوامر التصدير. أنا مشكورك على هذه المعلومات، كل عام وأنت بخير. شكرا لك عربي مرزوق، مراسل أكسترا نيوز من العاصمة الألمانية برلين. تحل علينا اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي سيد زيان، أترككم مع عرض في أبرز المحطات في حياة الفنان المصري. شكرا لكم.